هو الجثمان والمعرفة عليه اللي عرفه اللي كان أول واحد هناك كان عمه لفات أو اللي على أرض، لا كان أبوه عنده مزرعة واتحرقت وده إحساس ما توصفش، مهما وصفه ما يتقالش. يعني إحساس أي حد في الشارع يسمع الاسم اللي حصل قلبه بيوجعه، فما بالك اسمعوا الكلام اللي أقوله لكم. والكلام طبعا كان صوت متغير تماما، اسمعوا الكلام ده كويس، ما تدوروش، احنا ما ردناش غير لما خرجنا بره المحافظه. ام كرم الحسن ابن عم ايهاب، يعني والد ايهاب بيكون خالي ويعتبر هو والدي وهو اللي مربيني، وزي ما بيقول انا كنت الابن البكر للعيله، لعيله والد ايهاب. ايهاب لا يخفى عن الناس وضعه او اخلاقه او او او, أو. ووالده طبعا بطبيعه الحال ان هو ملوش اي عداءات مع حد ولا اي عداوات مع حد ولا اي حاجه. فكل الاشاعات المغرضه اللي بتقول دي عداوه مع حد، ده انتقام، ده كذا، ده كذا، ده غلط تماما. هي مشيئه ربنا طبعا وقضاء وقدر، واحنا الحمد لله على كل حال، الحمد لله على قضاء ربنا ومؤمنين بيه. كلنا عرفت تفاصيل الواقع ازاي، وقلنا الواقع حصل فيها ايه بالظبط؟ هي الواقع تفاصيلها انا كنت موجود هنا في المنصوره، ف عمه بيرن عليا ايهاب ممكن توصل لايهاب باي شكل. فانا استغرب يا جماعه ازاي، يعني ايهاب مش صغير انه مثلا يتوه او كده. قال لا ده هو متاخر عن العادي، كان عنده درس، كان بياخد عند مدرس واتاخر، المفروض يخرج الساعه 6 او كلمه 6 حد 6 ونص، وبعدها ايهاب اتاخر جامد. رنوا عليه رنات كتير، تليفون ما بيردش، فقلنا يمكن تليفونه ضاع، حد سرق او حاجه، هو اتاخر عشانه. الوقت اتاخر اكتر، العيله كلها بدات تدور، اتصالات كتير، يمكن لما لحد الساعه مش متذكر معايا بالظبط، يعني تقريبا الساعه 7 او كده كله بدا يدور، بدانا ندور كلنا، بدانا نشوف يعني تايه في ايه، تليفون ضاع، لان في اتصال حد رد على التليفون كان بيرد وما يتكلمش، يعني لحد ما يتاكد مين اللي بيرد. رد هما في البيت على تليفون البيت، اسمعوا الكلام اللي اقوله لكم. والكلام طبعا كان صوت متغير تماما، اسمعوا الكلام ده كويس، ما تدوروش، احنا ما ردناش غير لما خرجنا بره المحافظه، وما تدوروش على ابنكم، ابنكم معانا واحنا طالبين مبلغ من الفلوس. هو طبعا الصوت ما كانش واضح، الصوت متغير، فما نعرفش قال 100,000 قال ازيد، بس هو حاجه في الرينج ده. وكان ممكن غرضه التضليل او كده. طبعا صاعقه على البيت من واحد زي ده مش صغير، طالب في ثانويه عامه محترم كل حاجه، انه يتخطف، الموضوع كان غريب يعني. خاصه ان هو لسه صغير ملوش عداوات، ملوش يعني ملوش، بالعكس ايهاب يمكن فينا عن اي حد، لو كان حد يعرفه من في ظروف او في حاجه، كان قبلها بكام يوم كان عامل عيد ميلاد لحد يمكن هو مش صاحبه، بس حد عارف ان هو عيد ميلاده وكده، فحب يفرحه وعمل له عيد ميلاد. ملوش على يعني. لما تم العثور على الجثمان، اتعرفت على الجثمان ازاي؟ هو الجثمان والمعرفه عليه اللي عرفه اللي كان اول واحد هناك كان عمه، وتفاصيل الهدوم بتاعته او لبسه او كده معروف، يعني مواصفاته كذا، لابس كوتشي كذا، معروف. تحليل الدي ان ايه طلع طبعا واثبت ان هو، فتحليل الدي ان ايه طلع، بس كل حاجه تفاصيل مع النيابه طبعا، هي النيابه مشكوره جهود غير عاديه منهم، فبس اي تفصيل او اي معلومات هم بيصرحولناش احنا نفسنا عليها. طيب يعني شعور اهله ايه دلوقتي؟ يعني والده عامل ازاي؟ يعني شعور لا يخفى على حد، يعني اكيد قلبه مفطور وامه، بس الحمد لله واحنا يعني راضيين بقضاء ربنا، الحمد لله وده قضاء ربنا ومكتوب علينا. طيب يعني قول لنا كده مثلا، يعني اخر حاجه مره انت اتكلمت فيها مع ايهاب او كنت بتقعد معاه كان بيقول لك ايه؟ هل ما كانش مثلا شايف ان في حد مثلا بيتكلم معاه في حاجه او في مشكله ليه او كده؟ لا 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 خالص، يعني احنا واولاد عمته واولاد عمه، احنا تقريبا كلنا اخوات واحده، يعني احنا كلنا واحد، وكنا بنتجمع تقريبا كل اسبوع لظروف الدراسه وكده، كل اسبوع قبلها كنا بنتجمع كل يوم او كل يومين في بيت العيله، بيت خالي، ده خال اشرف، ده والده، هو ده يعتبر بيت العيله لان جدتي قاعده معاه. ما فيش الكلام ده خالص، مفيش اي حاجه، مفيش عداوات، مفيش خلافات، مفيش حاجه. حضرتك لو فتحت اي بروفايل فيسبوك من بتاعنا ايهاب او اخوات او ولاد عمه او احنا صوره البروفايل بتاعتنا واحد، احنا كلنا بنتصور في العيد، بنتجمع في العيد، الصوره بتاعتنا كلنا واحد.
ما فيش كلمة ابن عمي ابن عمتي، لا اخويا. يعني عيلة مترابطة مع بعض جدا طبعا. طب يعني مامته موجودة ولا؟ مامته موجودة بس مش هنا موجودة في البيت طبعا، بس حالتها صعبة. احساس ما توصفش، مهما اوصفه ما يتقالش. يعني احساس اي حد في الشارع يسمع الاسم اللي حصل قلبه بيوجعه، فما بالك بامه، ما بالك بامه وده ابنها، يعني يعتبر الولد الوحيد. يعني بتطلبه في ايه؟ او زي اي حد بيطلب القصاص لابنه، حق ابنه، بس الطلب اللي مطلوب حق ابنه، ونحن ندفن ابننا يعني زي اي حد، يعني اي حد اكرام الميت دفنه لا اكتر ولا. بالنسبه يعني الشائعات اللي طلعت خلال الفتره اللي فاتت، كلها اشاعات مغرضه وكلها كلام. كل واحد النهارده، احنا عصر السوشيال ميديا وعصر فيسبوك وانستجرام، محدش بيدور على الحقيقه. كان زمان كان هو الجورنال مثلا او كده، النهارده اي واحد بيطلع يقول كلمتين، اي حد مشهور عنده كام فولورز او عنده كذا بيقول كلمتين، خلاص هو ده الصح. كل ده غلط. كل واحد عايز يطلع بيحط البهارات بتاعته، يحط الحبكه بتاعته، يبين ان انا اللي جبت الحقيقه، بس غلط. اشاعات كتير يعني غلط. يعني كتير على السوشيال ميديا بقالهم يومين متعاطفين مع ايهاب جدا، و ده حقيقي. عمه ان هو مش عايز يدخل ابنه على اكتر من ده حقيقي. ده حقيقي وطبيعي ان عمه هو ابنه. ايهاب اللي خالي كان بيقول له يا بابا، ما بيقولوش يا خال ولا عم. انا اللي خالي بقول له يا بابا. ست انا بقول لها يا ماما. يعني العيله كلها واحده. كلها شائعات واشاعات كتير. انا يعني الناس متعاطفه، مش مصر بس، مصر وصلنا الكلام من بره مصر. يعني انا حد كلمني انا شخصيا من السعوديه، قال لي بعت لي تفاصيله انا عامل له عمره. الكلام ده من كام يوم. لا بقول لله واحنا نشكرك شكرا جزيلا ان شاء الله. يعني اشاعات كل اللي بيتقال لخلافات او على ارض، لا كان ابوه عنده مزرعه واتحرقت وده قصه، مفيش الكلام ده كله. ابوه ما عندوش الكلام ده ولا حد، هو مجرد تاجر منزليه وعنده مرأة منزليه وعمه نفس الوضع. مفيش اي خلافات مع اي حد ولا اخفى على اي حد. اي حد لو سال عليه على اشرف عبد العزيز هيعرف هو مين. مفيش كلام. شكرا جزيلا. احنا موجودين قدام مستشفى الدولي بمدينة المنصورة، مشرحة المستشفى. يعني بعد خروج تحليل الدي ان ايه باثبات ان الجثمان اللي تم العثور عليه النصف الجزء السفلي هو جثمان ايهاب اشرف عبد العزيز يعني واسرته، اليوم يعني تنهي اجراءات تسليم الجثمان ودفن الجزء السفلي لحين العثور على الجزء العلوي. لكن الامن يعني قوات الامن ادت دور كبير وتم التحقيق في الواقعه وجاري البحث ومتابعه القضيه و